مظلومين. شنو الحل؟ الحل كان بإدارة، نرد ونقول لجنة الشباب والرياضة والهيئة العامة، الهيئة العامة لجنة الشباب والرياضة ما لها دعوة في هالموضوع؟ فتح باب الاحتراف، فتح التفرغ. لما انت تحط لي، انت تفتح باب الاحتراف بعدين تجي 400 دينار احتراف جزئي، هذا احتراف ما في احتراف. انت لا تطبق القوانين صح يا لا ما تطبق. فانا اقول لك الطرفين مظلومين. انا عندي طلال نايف وعادل حمود، سجلتوهم؟ لا ما تسجل الا شهر واحد، بتسجلوهم يعني خاصة ان شاء الله باذن الله. اذا الله وفقني وانا محظوظ راح اسجلهم ان شاء الله باذن الله. بس انا شنو قاعد اقول؟ قاعد اقول يمكن من يعني هم لما دقوا على اكثر نادي ابو بندر، يمكن من تقريبا 6 7 انديه ما قبلوا يتمرنون عندهم، ما قبلوا هاللاعبين يتمرنون عندهم. انا عندي فكر ثاني، عندي فكر اذا كانت مصلحه شخصيه لي انه يوقعون وياي بنادي، او اذا ما صار نصيب هذه باكر لما يوقعون مع نادي كبير ولا يردون انديتهم انهم جاهزين قاعد يدربون، هذا حق منه؟ حق المنتخب. فانا قاعد اقول يا تعدلون قوانينكم يا راح تشوفون مصايب 5 6. انا عندي 6 7 اعرف لاعب من انديه كبيره. علي هرخ عندي، انا اقول لك الحين انا لو يرد فيني الوقت واكون لاعب والعب نفس مستويات اللاعبين اللي طلعوا ولعبت منتخب، وانت لاعب مشهود لك يا ابو إيه؟ انت لاعب اقول لك لو يرد الوقت الليله اعطيك تذكرتي وامشي. زين خلينا نتكلم عن المسابقات باختصاري. زين سلمان بسألك عن المسابقات مالت الناشئين والمراحل السنه، ايش رايك فيها؟ هذا له تخصص. هو تخصص ليش وجهت له السؤال؟ لا الشغله انت بعد تعاني منها، انت قاعد تعاني منها. ملعب صح؟ قاعد تعاني من ملاعب، قاعد تعاني من توقيت، قاعد تعاني من ضغط مباريات. يعني انا الحين اليوم خالص مباراه، تخيل الدوري بدا قبل 40 يوم. سلمان باختصار خلص منه 8 مباريات، يعني اخر 12 يوم اخذ 13 يوم لعب 5 مباريات. ما ايش حاجه مستعجلين. يعني لجنه المسابقات عندك الاجنده هذه، عندك الاختبارات، عندك العيد. يعني كنا العيد فجاه بيجي. انا ادري السنه 2018 العيد بهالتاريخ، رمضان بهالتاريخ، عارف انت المفروض عندك وحط عليه وخلص مسابقات. خلوا انت انا تاثر عشان ملعب. تمام انت عندك ملعب واحد صح؟ ملعب واحد تمرن على فريق اول، احنا نلعب على 21 بعد الكويت مع الكويت عدل؟ اي ولعبنا مراحل تعادلتوا ولا 1-1؟ مراحل. ثامر باكر عندك مباراه مع النجم اللبناني او النجم السعودي عفوا، مباراه تجريبيه جاي النجم السعودي الشقيق حياهم الله في بلدهم الكويت الساعه 4. فاطلبوا مني طبعا الاخوان طواري مدلول هو مع الوفد ويا حسين لايش، طلبوا مني مباراة تجريبية يبي فريق النجمة. شوف قلت له باكر عندنا مباراة تجريبية 21 ملعبنا، يعني راح ألعب على ملعب نادي النصر. ما قصر حسين لايش يعني مدير قطاع الناشئين هناك، طلع لي ملعب نادي النصر. الساعة كم بتكون مباراة؟ الساعة 4. زين الوقت مر وياكم الله بسرعة وسريع جدا، وأنا فخور إني قابلتكم. لحق على البر. كلمة أخيرة على العجات. أول شيء مشكورين وكل عام أنتم بخير. والصراحة أنا إذا غلطت على يمكن العالم تفهم، يبقى أحمد حيدر مدرب. بالعكس إحنا قاعدين مثل ما تبينا ندافع عن أحمد حيدر ندافع عن مدربين وطنيين. فلما تبي تتكلم كلام تكلم كلام يعني موضوعيه، لا تتكلم انت وتكلم. مشهود لك بالاخلاق العاليه ثامر. فانا اشكركم على هاللقاء واشكر كل القائمين على العمل خاصه اللي خلف الكواليس. اخوي سلمان عوات كلمه اشكرك شير. اخوي بندر اشكر جميع العاملين الاخوان، واشكرك على وجه الخصوص بندر. وكان ودنا صراحه نتكلم على مسابقات الناشئين. احنا نوعدكم ان شاء الله في اكثر من لقاء المرات الجايه ان شاء الله، بس الوقت والله ما اسعفنا، مر بسرعه. بالعيد الشكر موصول لكم وايضا موصول لمشاهدينا الكرام. نقول لكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله، مقدما بحلول عيد الاضحى المبارك. ونقول حجاجنا ان شاء الله تقبل طاعتكم وتردون بالسلامه يا رب. ان شاء الله بنلتقي وياكم بعد العيد، خلوكم ان شاء الله على الموعد. نتمنى لكم التوفيق، كل عام وانتم بخير ومع السلامه.